مناسبة الافتتاح ديال المحل ديالي الجديد اللي خاص بالأتواب والخامات اللي هي مميزة، فهو كاين بشارع بيرانزاران قرب غيزيدونس خريبكا، واللي كنتلقى فيه العروس بالضبط مجموعة ديال الأتواب والخامات اللي كتحتاجها في العرس ديالها ولا في المناسبات الخاصة ديالها. بالنسبة للخامات اللي تتكون مميزة، فهي خامات اللي كتختارها العروس بنفسها نظرا للقوام ديالها، كنشوفوا القوام ديالها واش رقيقة واش غليظة، من ثم كيتم الاختيار ديال الخامة اللي كتناسبها ونوعية الأحجار اللي غنخدموا بها والألوان اللي كتناسب حتى البشرة ديالها. هادو كلهم معايير كناخذهم بعين الاعتبار. دونك المميز عندنا حنا هو أن السيدة كتختار المادة كتكون خام، يعني ما فيها لا بيرلاج لا بغودغي لا والو، حنا اللي كنقوموا أننا كنختاروا ليها كنديروا لها ديك كروكي، وهي كتختار الطرزة اللي عجباتها ولا الرشمة اللي عجباتها باش نبتوها ليها على الثوب اللي كيناسبها والألوان اللي كتناسب حتى البشرة ديالها. فهذا هو المميز عندنا حنا، كنديروا لي تيسو سوغ كوموند ولا لي تيسو اللي كيكونوا شوية سبيسيال ما تتلقاهمش في السوق، كتكون بياس اينيك. الدخول ديالي لعالم التصميم كان نزولا عند رغبات ديال الكليانات ديالي، كيجيو عندي كيقول لي كناخذوا من عندك الخامه كمل اجرك معنا وصايب لي طوني، فتنخدموا على الخامات اللي تكونوا سامبل كنزيدوا عليهم حنا البايغلاج ولا كنزيدوا عليهم الخدمه ديال المعلم على حسب كل كليانه والشهوه ديالها، شنو تيهات اننا نديروا لها في اللبسه ديالها في نهار العرس ديالها ولا تتكون انفيتي، كنحاولوا اننا نمشيو لها على الالوان اللي كيناسبوا البشره ديالها والخامات اللي كيناسبوا الجسم ديالها. السيده الا كانت عامره شي شويه كنحتاجوا دي ماتيغ اللي كيكونوا فلويد اللي كيكونوا طايحين بحال التليجه بحال لورغانزا دو سوا بحال البروشي دو سوا. باغ كونطخ الا كانت عاوتاني السيده ضعيفه كنحاولوا اننا نديروا لها ساتان دويشاس ولا نخدموا لها بروكا غيكون غليت شي شويه ولا المبرة اللي تتكون غليظه باش تعطيها الفوليوم كثر وتبين لها اللبسه ديالها ملائمه مع القوام ديالها. انا اليوم كاينه هنايا كيف ما شفتوا في الافتتاح ديال تيسلي تيسو سوغ انفيتاسيون ديال مدام عزيزه، فانا فرحانه بزاف اللي جيت نشاركها هذه الفرحه ديالها. القفطان بالنسبه ليا الحب ديالي، واكيد ان في كل مره كتكون عندي شي حفله كنكون لابساه هي كل مره. وكيفاش دابا وليت كنلبس القفطان بلمسات عصريه باش كنقدر نتحرك كيف ما بغيت في الخشبه، ما تنقدرش نلبس داكشي ثقيل. القفطان هو الحب ديالي بيان سور، هو اجمل شيء يمكن تلبسه المراه المغربيه وكذلك المراه بصفه عامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.